بمناسبة احتفالها بمرور 30 سنة على تأسيسها، وقع معهد الدراسات العليا لتدبير الخاص HEM الدار البيضاء شراكة استراتيجية مع جامعة باريس دوفين في تار دوفين الدار البيضاء المعهد العالي الخاص من جهة، ومن خلال إطلاق فرع الهندسة لأول مرة من جهة أخرى باك زائد 5 في المرحلة الأولى. التفاصيل في حوار أجراه أحمد معتصم مع حسن السايغ المدير العام ومدير دراسات بمعهد الدراسات العليا لتدبير الخاص HEM بالدار البيضاء. في أي إطار يعني كتنظم جامعة ديال HEM هذا اللقاء ولماذا؟ هذا اللقاء تنظمو HEM في إطار تفعيل بعد بنود الشراكه اللي عندنا مع لونيفرسيتي باري دوفين. لونيفرسيتي باري دوفين هي جامعه معروفه وعندها صيت دائع في العالم بالتاريخ وفي فرنسا بالذات. هذه الجامعه عندنا معها علاقات منذ 1992، علاقات تتخص تبادل التجارب، تبادل الخبرات، تبادل الاساتذه، تبادل الطلبه الى اخره. فمنذ العام هذه السنة هذه قررنا باش أن هذه العلاقة تمشي أبعد، وقررنا على أنه نمشي بها في جوج ديال الاتجاهات. الاتجاه الأول هو توقيع على إطار عام للعلاقة التي تخص البحث العلمي، تخص القيام بدبلومات وديفورماسيون تكوينات متخصصة في ميادين متعددة ما بين لونيفرسيتي باري دوفين و HEM، قيام بمشاريع تتهم العالم الاقتصادي وشركات سواء في المغرب أو في فرنسا، وخصوصا القيام بمشاريع جديدة تتخص لونيفرسيتي باري دوفين و HEM في إطار الانفتاح على إفريقيا وعلى آسيا. موازاة مع هذا الشيء تتعرفوا بأنه باري دوفين حلات جامعة ديالها هنا في الدار البيضاء، كيف عندها جامعة في لندن، كيف عندها في تونس، كيف عندها في سنغافورة، حلات وفي إسبانيا، حلات جامعة ديالها اللي زمنت دوفين كازابلانكا انستيتو سوبيريور بريفي هنا في الدار البيضاء منذ 2016. هذه الجامعة هنا كانت بمبادرة ما بين لونيفرسيتي باري دوفين وما بين المتخرجين من دوفين مغاربة، واللي هما ناس عندهم تجربة وعندهم معرفة خاصة بالنسيج الاقتصادي المغربي، وقاموا بهذه المبادرة وخلقوا هذه المؤسسة. فقررنا على أنه ندخلوا في هذا المشروع ونكونوا 50% مساهمين فيه. فاليوم جامعة دوفين كازابلانكا عندها أسمان على 50-50، دوفين باري، لونيفرسيتي باري دوفين و HEM 50-50، وتنعملوا بجوج في تطوير المنتوج ديال دوفين هنا في المغرب اللي هو منتوج ديال لونيفرسيتي باري دوفين. أي تكوينات اللي تيكونوا هنا في دوفين كازابلانكا هما تكوينات ديال لونيفرسيتي باري دوفين، وتيوخلوا المتتبعين ديالهم ديبلوم ديال لونيفرسيتي باري دوفين اللي تعتمد على المعايير ديال الدبلومات ديال لونيفرسيتي باري دوفين. اليوم HEM كتحتفل بمرور 30 سنة على تأسيس ديالها، ومطبيعة الحال راكمت خبرة في المجال التعليمي العالي. هذه الخبرة يعني واش غادي تحاول أن الجامعة ديالكم أنها توظفها أو يعني محاولة يعني حل أو إعطاء حل أو حلول للمعضلة اللي كيعاني منها اللي كنسمعوها دائما يعني في النقاشات اللي كانت سواء في الإعلام أو في النقاشات العمومية اللي كتتجلى في عدم مواكبة يعني التعليم نظام التعليم العالي لمعطيات ديال سوق الشغل في المغرب. واش يعني HEM حاولت أنها يعني على الأقل تقدم حلول للقطاع العمومي والمؤسسات التعليم العالي العمومية في هذا المجال هذا، وشنو يعني شنو حققت HEM في هذا المجال؟ كيف قلتي فعلا عندنا الآن 30 سنة
30 سنة بالنسبة للمؤسسة التعليمية كأشوام هي في نفس الوقت مدة طويلة تجعل على أنه تتراكم تجارب وتتراكم العديد من 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 التقنيات في ميدان الانجينيوري بيداغوجيك. في نفس الوقت هي مدة قليلة بالنسبة للمؤسسات عالمية ولكن نقطة تحمل الواد بشوية بشوية احنا غادي. المهم كيف قلتي وهو كيفاش نستنفعنا اولا من هاد التجارب من هاد التراكمات اللي عطات واللي هي ايجابية وكيفاش ننفع بها المجتمع ديالنا. فبالنسبة للطلبة ديالنا تنحاول ما امكن نستعينوا من الخريجين ديالنا اللي ديجا اللي وصلوا اللي تبارك الله فيهم اللي وصلوا المراتب في الشركات فنستعينوا بهم باش يعطيونا المنظور ديالهم هما اللي عاشوا في اشعام كيفاش يمكن لهم يقولوا لنا شنو اللي خصو يكون وشنو ما خصوش يكون بالنسبه لمتطلبات سوق الشغل اليوم متطلبات سوق الشغل الغدا باش ما ننساوش بان احنا تنوجدوا دابا 5 سنين 6 سنين ماشي هي اليوم. هذا من جهه. ثانيا فعلا كانوا شي تجارب اللي نجحات كانوا تجارب واحد اخرين اللي فشلات وكيف تيقولوا بزاف ديال المتخصصين في هذا تنستنفعوا اكثر من التجارب الفاشله من اكثر من التجارب اللي نجحات. فنجحنا بزاف ديال التجارب والحمد لله اليوم راك تعرف شنو هو الصيت ديال الاشعام لا على مستوى الشركات وعلى مستوى النسيج الاقتصادي ولا بالنسبه لرجال التعليم ولا بالنسبه للرأي العام بصفه عامه. فالحمد لله نتائج تتشجع وتتشجع كثير. اللي كيف قلتي اللي هي مهمه هي كيفاش يمكن نفعوا الاطار العام بهذه التجربه هذه. الحمد لله ما تنحاول ما امكن ما ندخلوش من هذه التجربه ونعطي امثله بسيطه تنبقاو على اتصال دائم وإيجابي مع الوزارة ومع أطور ديال الوزارة والحمد لله عندنا معهم علاقات طيبة علاقة تبادل واحترام متبادل. النقطة الثانية تنحاولوا نسجلوا علاقات مع جامعات مغربية ومعاهد مغربية ديال الدولة وديال العمومية باش نديرو نوع من الشراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام هنا في المغرب. تنقوموا مثلا بالخيرات في مشاريع اللي كبيره واللي فيها مؤسسات تعليميه من القطاع الخاص ومؤسسات تعليميه من القطاع العام. مثلا نعطيك مثال اليوم هذا عندنا واحد البروجي سماه سليم S A L E E M اللي هو مشروع اللي مول حتى 40-50% من لاجونس يونيفرسيتير دو لا فرانكوفوني. هاد لاجونس تتساعد في تطوير بعض التجارب في إطار الفرانكوفونية. فقدمنا لهم مشروع ديال كيفاش نطوروا المؤهلات ديال الطالب المغربي باش على انه يكون انتربرونور ليتوديون انتربرونور. اي هنا بغينا نستافدوا من التجارب اللي كاينه في اوروبا وكاينه في كندا ودخلنا في هذا المشروع. واللي بغيت نقول هنا دخلنا في هذا المشروع حنا كمؤسسه خاصه مع مؤسسات تعليميه عموميه كاين معنا في المشروع. كاين حنا كاين جامعة محمد الخامس كاين جامعة حسن الثاني وكاين لانابيك وهذا عنده واحد المدى ديال 3 سنين اللي غادي نديرو فيه بعض المراحل اللي نشجعوا فيه الطالب المقاول. وهذه تجربة فريدة من نوعها واللي تتبين لك بانه اياه بغينا نديرو اليد في اليد ونتقاسموا هاد التجارب خصوصا ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام بدون ما ندخلوا في هذوك النزاعات القطاع الخاص والقطاع العام هذا احسن من هذا ولا هذا اقبح من هذا. كل واحد عنده المزايا ديالو كل واحد عنده المجالات فين خصو وفين خصو يتحسن وكل واحد تيجي بالدور ديالو والتقدم ديالنا غادي تتبنى على هاد الركيزتين وخصنا نمشيو في هاد الطريق هذا. شكرا جزيلا لك. العفو. البيضاء هذا المساء.